صباح الفل ابو كلوم، صباح الورد يا اتش كولي، صباح الفل يا ياسر. النهارده الحمد لله في شلاتين اهو، النهارده 27/12/2021 هنبتدي ننزل الجار. النهارده هنلعب شويه بالجلس، طلع الاربعه كده ابو ياسين. الجلس يا جماعه والبرو بالذات المره دي هنجربها ان شاء الله. الاخير من اجمل الكوبلات اللي اشتغلنا بيها في حياتنا يعني، وفي منها لسه الوان جديده هنشغلها النهارده. اللون ده سحر، صوره مش ده. ايوه كمان بقيتهم هنا دي كده ابو ياسين. عاش ابيض هزعل منك لو جاي مقصوصه. لا جاي تمام، هزعل اذا طلعت. هذا الوجه يا ابني ما ينفعش كلام. هذا الوجه عايز الوجه. هذا الوجه ما شاء الله ما شاء الله. تعال تعال عاش عليك يا ريس. ثانية واحدة افتح باشا. انت اول يا باشا امسك الخيط. ايوه امسك الخيط. ماشي ماشي. لا ما ترفعش سمك، انت ارفع السمك. ارفع ايوه تونه. الله اكبر. يلا 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 الله يا ابو ياسين. ايه دي بقى اللي بقولك عليها؟ خش خش خش. الله ينور. ملح عالي اهو. لسه بدري لسه بدري لسه بدري. ارفع يا زاني ارفع. لسه بدري ما ظهرتش. ارفع لسه ما ظهرتش. ارفع ارفع ارفع. لسه الابيض ما ظهرش. ارفع العب يا اهلي. نلعب يا زمالك عشان ابيض بقى القضيه. ممكن انت بقى كمان ولا تقطعها كانت عملتها امبارح معاك في يوتش يا رايق. يا جرع احنا لسه نبدا العيد. بقول لك ايه؟ لازم نبدا العيد. صلي. يلا تناية ايه يلا هات. هات يا كبير هات. جبت رابيلا تاني. هات بس سيبك من رابيلا التانية هاتها. هي واكلة الاثنين اهي. صل على النبي. واكلة الاثنين هات. انت ثانية واحدة. بص يا جماعة السمكة واكلة الرملتين الرملتين والله. واكلة الرملتين. معلش دكتور بيجي ثانية واحدة بس. واكلة الرملتين. واكلة الأورنج واكلة الريد هيد. الريد هيد والأورنج بروس. السمكة واكلة الرملتين. هنرجع عليها على واسع بطول. ها حبيبي قلبي يا جدعان كده. والله راح مننا واحده هشام حجمها. هجيب لك دلوقتي الكورت على بعضه على بعضه يا شيخ. يلا عدم حاتم عادي حاتم عادي مش دبل سبيد. هات شغل الدبل سبيد. يا
واحده كده كده بسرعه عكس. ايوه ان شاء الله يبان يا مخلوق ربي يبان على المنطقه. لا مفيش حاجه مفيش حاجه معانا كريماري يعني معانا. انت بقول لك على هنا يا علي ان شاء الله يبان يا مخلوق يا رب يا ابو سيف. سيبك من المدرسه اللي بالعرض دي والله منور الدنيا يا ريت اقسم بالله. حبيبي حبيبي يا علوه بعدين بعدين. ايوه بقى دقي بقى هيري جو. يلا يلا علي يلا يلا بعده. يلا علي يلا مو فن مو فن. عايز تجيب بيضات ومرجان اطلع مع الدوامات على قد السبب. طلع عليه وخش على الجزء خش. افتح واحده عشان انا وجيلها اهي خلاص. يلا هات الورقه انا هجيبها اهو. يلا راجل وسط الطياره هات الورقه هات الورقه. تاني تاني امسك كده انت. اطلع على النبي صح. اسحب عليك اسحب. خش 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 يا جدعان. على جوه خش يا جدعان. على جوه
قرار ابو ياسين. سريع لسه اهو صنع موبايل؟ ايوه الاستاذ هاني هون هيعمل ريليز، هاتوا ارفعه من ديله، ارفع خش صلي صلي يا حبيب. سايب خش مكانك عشان تعمل له ريليز. لا استنى بس اما افك الرابيلا الاول، حطه على الارض، حطه على الارض، افك الجريره وبعد كده هتنزله. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ضربنا جرم بياض للاستاذ اسلام والباشمهندس هاني ماشي، وهنعمل له ريليز بقى دلوقتي. يلا يا شباب بسم الله الرحمن الرحيم. كاتش ريليز واحده واحده. ايوه يلا يا جميل، مع السلامه. سلام يا عمر. سلام يا ابو. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا النهارده مع مركب الاصدقاء، مع هشام ومع التوأمان اللي طبعا ما فيش زيهم في حبيبي يا حبيبي استاذ هاني، معاه والرئيس ياسين وعلي العافي حبيبي يا باشا. طبعا هشام لازم يا هشام تلف المباراه على وشك عشان انت اكتر حد تعب معانا في الرحله دي. حبيبي يا استاذ هاني. احنا النهارده طلعنا ثلاث ايام شلاتين، الحمد لله الريح كان معاندنا شويه، يوم ونص ما نزلناش خطوه ميه. يعني اللي هتشوفوه بقى لما نتكلم على الحصيله، اللي هتشوفوه دلوقتي دي حصيله يوم يعني. وعايز بس اقول حاجه مهمه جدا، ان احنا كنا قررنا المره دي واحنا بنجر ما نشتغلش غير بجيلس، ربلات جيلس، وخصوصا البرو الجديده فيها، يعني ربنا كرمنا بيها اخر كرم، وكانت ما بتلحقش تنزل المايه. يعني دلوقتي احنا هنبتدي نتفرج على الحصيله. المرجان ابو عتب احنا اللي مركزناش معاه قوي، يعني ما وقفناش في فتشاته، احنا قلنا ناخد منه شويه كده، وكنا مركزين شويه في الجر وفي الشركس وفي الخرمي. انتوا هتشوفوا كده الحصيله زي ما انتوا شايفين، طبقتين فوق بعض، الشركس والخرمي. الجر حاجه عظمه، وراح دول مثلا حوالي 15 سمكه، يعني ده الرزق والله راح علينا. وهتشوفوا الفيديوهات، سمك يا ريت بيضرب وبيروح ويجري، ويعني خرمي. كشر كان عظيم برضو النهارده، المحسنه كانت قليله بس خدنا منها احجام حلوه. معانا بعد كده بقى السمك الصغير هناك ده لوحده، ده له ايس بوكس يعني. الحمد لله رب العالمين، كانت رحله حلوه جدا، كنت انا والمشوانس اسلام بس. رحله من الزمن الجميل يعني. الحمد لله رب العالمين، ومتشكرين يا هشام، وان شاء الله تتعاد قريب ان شاء الله حبيبي.